السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد في إطار الرد على التلاحدة. ومن يقولوا التلاحدة راهما العلمانيين، الليبراليين، الاشتراكيين، الحداثيين، الماركسيين، الشيوعيين، اللي ما كيأمنوش بالقرآن ظاهريا ولكن في الباطن ديالهم هما من حزب أبي بن سلول وعبد الله بن سبأ الباطنيين السريين كما تعلمون. على عين هذا واحد الرد من عند واحد التلحود، شنو قال لي يا سيدي؟ قال لك هذاك الشيء اللي كتآمنوا به وكتعتقدوه كيهمكم بحدكم، واحسن طريقه لكم هو تكتبوه وتدونوه في الكتب، واللي بغى يقرا يقرا، واللي ما عجبوش واللي بغى يعجبو واللي عجبو يشريه. ولكن باش تقتحموا علينا وتهجموا علينا في الهواتف ديالنا رغم عنا، فهذا هو الويل الاسود. انتم لا تفيدون المغاربه، بدل ان تحاربوا فساد الاداره والرشوه، اما المعتقدات كتهمكم بحدكم. بمعنى كيقول لك علاش ما تهضروش على الفساد والرشوه؟ واخا اجي واجي 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 اجي. عمركم شفتوا قيح بن صديد وصاحبه الفاقد وإيلال والروينه ودوك الماركسيين الملاحده؟ عمركم شفتهم كيهضروا على غلاء المعيشه ولا على الفساد؟ لا، كيقولوا غير ياسين العمري. ياسين العمري ما كيهضرش على الفساد، وراه رد عليهم اقوى رد. قال لهم يعني ملي نمشي العكاشه غتلحقوا لي القفيه ولاد السفاح، يعني لسان الحال ديالو. على اين انت كيقول لك السير هضر لينا على الغلاء والمنكرات والى اخره؟ إيه، ولكن هما كيهضروا على داكشي ديال الثقافه والفكر، باغيين يغيروا الوضعيه الفكريه ديال المجتمع. يعني الغزو الفكري والغزو الثقافي والله راه ما كاينش، وعيش حياتك كما باغي، وما حنا ما نحن الا بهائم، راه ما كاين لا حلال ولا حرام، عيش حياتك كما بغيتي، راه فرصه دي وحده ديال الحياه، راه حياه وحده اللي كاينه عندك، تبقى تفكر في الاخره. الاخره راه ما كايناش، اغتنم الفرصه. ها الفلسفه هذه راه هي اللي ادت بالغرب الى الانتحار والاندثار. شوف شوفوا معايا هذه اللقطه. الناس باغا تنتحر في الشراجم، شوف عاد كيجيو بالبومبيروس الوقايه بحيال ما كيدفعوهم ويركلوهم ويدخروهم. هادو عندهم كل شيء، عندهم طوموبيلات، عندهم سيارات، عندهم صحابهم صحاباتهم، كل سيمانه يبدل صاحبته، كل سيمانه يدي وحده للديسكوتيكا. يعني النساء عباره عندهم عباره على طواليطات ومراحيض لقضاء الغرض، ومع ذلك باغيين ينتحروا. علاش؟ لان بنادم كيمل، كيمل من هذه الحياه. كيفاش خدم جمع الفلوس، خلص الكرا، خلص لاسورونس طوموبيل، المرض، هذه بنادم كيطج. علاش؟ لان ما عارفش راسه علاش عايش، عايشين كالبهيم. وهذا الشيء هو اللي باغي يبلغونا ليه هاد قيح بن صديد وهاد راس طارو ديال الرمضاني والربيعه ديالو الجماعه، باغيين يبلغونا لهذا المستوى. وراه بدات الانتحارات في المغرب، كيقول لك السبب ديالها الفقر. ظاهريا راه الفقر فعلا، كي بنادم كيطج ويطلع ليه الدم وينتحر، لان مستقبله مبهم، الدنيا كحله قدامه كينتحر. ايه، وهذا اللي في السويد في اغنى دوله في اوروبا، علاش كينتحر؟ عنده كل شيء، كيبدل السياره كل شهر، يبدل صاحبته كل سيمانه ولا ثلاث ايام، الفراش كيتبدل كل عام الى اخره، ومع ذلك كينتحروا. اعلى نسبه انتحار كاينه في السويد وهي ارقى دوله. علاش؟ لدرجه ان عندهم مستشفيات الموت الرحيم. مستشفيات الموت الرحيم يعني لا طلعت لك القرضه الصح وعيتي من الحياه، اجي ندق لك واحد البرا وداك الشيء وتموت مرتاح، ايزي تو دو، بلا ما تعصب راسك وتبقى مقلق. هكذا وصل بهم الامر، باش بالالحاد. لان بنادم اللي كيبقى عايش بلا هدف صافي كيطج. نعطيوك غير مثال بسيط، مثال بسيط باش تفهم القضيه. دابا الا كنا كنبنيو في شي قنطره وباش نقطعوا للجهه الاخرى، راه غنبداو نبنيو القنطره اليوم وغدا والشهر الجاي وثلاث شهور وربعه، وكيتجرح فينا واللي تضرب باله اللي تضرب مسمار، كلشي صابرين. علاش؟ لان الهدف هو نكملوا القنطره ونقطعوا للجهه الاخرى. كاينه ولا لا؟ يعني عندك هدف، علاش خدام وعلاش كتضرب تماره؟ ولكن تصور يجيبوك انت خدام تما، تبدا خدام بنيه متبني وانت ما عارفش علاش، راه غادي تقنط، تقول مالي على التماره الكحله، ما شنو نضل انا نبني خلط بدون هدف؟ علاش؟ هذا الشيء هو اللي كيوقع للناس في العمل وفي الخدمه. احنا خدامين كنجمعوا الفلوس، الفلوس كديهم لك الكرا، كديهم لك الطوموبيل، كديهم لك لاسورانس، كديهم لك الماكله، عاوتاني خدم وجمع وهكذا. فبنادم كيطلع عليه الزعاف. ولكن ملي كتعرف راسك علاش موجود في هذه الدنيا، وبانك موجود من اجل اقامه الكتاب والدين، الا وهو تطبيق الحلال والحرام، الاوامر والنواهي، افعل لا تفعل، باش الله يرضي عليك وفي الاخره يديك الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فملي كتعيش على قبل هذا المبدا كتعيش مرتاح، ما كتبقايش كتحس بالصعوبات والتكرفيصه وينعلبوها حياه. لا، الحياه راه مجرد امتحان وابتلاء.
بحال الناس ملي كيدخلوا للمدرسه، نوض مشي يجي حفاظ قرا وشتا وكذا، وانت صابر. علاش؟ لان عارف راسك في الاخر غادي تدوز الامتحان وتنجح وربما تحصل على وظيفه. كذلك الانسان ملي كينوض يمشي يخدم ويضرب تماره في الشتاء والتبروري والرعاد وكسيده في الطريق ويمشي للخدمه وفوت الطوب، المهم خاصو يمشي للخدمه. علاش؟ لان الا ما مشاش خدم ما غاديش يتخلص في راس الشهر، ولا ما تخلص في راس الشهر ما غاديش يلقى باش يشري البطاطا والخبز وكذا وموراه وليدات وكذا. اذا هو عنده هدف، علاش خدام؟ اذا مادام عنده هدف علاش خدام؟ كيضحي بالغالي والنفيس. واخا واصلا ملي كطر عليه سؤال هاجي وانت علاش موجود كاع اصلا في هذه الدنيا، ما كيعرفش يجاوبك. وهذه بدايه الضلال والزيغ اللي كتعاني منه البشريه اليوم. علاش؟ لان ما عارفينش رسوم علاش موجودين. الحياه غير عبثيه، الحياه راه ماشي عبثيه، وانما هي من اجل حكمه. والحكمه شنو هي؟ هي اقامه الدين. واقامه الدين هي خصك تعيش طبقا للكتالوج اللي عطاك الله. كل شركة صنعت شي حاجة إلا وكدير معاه واحد الكتيب طريقة الاستعمال. وحنا ملي خلقنا الله سبحانه وتعالى راه ما خلقناش وسابنا، وإنما أعطانا كتيب أو الكتالوج باش نبسطوها، كتالوج الاستعمال اللي هو القرآن، كتاب كيفاش تعيش حياتك في الدنيا، هل حلال هل حرام، هل اللي ديرو هل اللي ما ديروش. فإلا طبقت هذا الشيء هذا كتنجى غدا يوم القيامة وكتمشي من أهل اليمين إلى الجنة إن شاء الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تكون الصورة واضحة، والى اللقاء في حلقه قادمه. وغنهاجموا بني قينقاع في اليوتيوب وفي الفيسبوك باش نبينوا الدين ديال الله سبحانه وتعالى، وما نخليهمش غير هما اللي كيهضروا يبلبلوا بحال الكلاب الضاله. وشكرا.